انا من المجلس العسكري ومن المجالس العسكريه نجمع قتالها مع داعش وتتوجه لمناطقنا لتحرير مناطقنا العربيه المغتصبه من قبل الاحزاب الارهابيه الانفصاليه، وهم باذن رب العالمين قادرين لانه عندنا ان شاء الله وحوش اللي نرجع نكرر اللي حرر حلب وريفه ووصل لراس العين قادر انه يرجع رجعنا لاراضينا. تكبير وجبان الرب الجبار بعد الليل.